أنا استمد لغتي يعني من ذاتي، بمعنى اللغة الراديكالية أو المتطرفة التي عم توضح الجانب الشخصي لرؤية تجاه العالم. طبعا تتغطى بالشعر، بس الشعر هو ليس الشعر كما الآخرين يعني أو لغة الآخرين، كما هو كمان أيضا الرسم ليس كهو رسم الآخرين يعني. فأنا عندي نظرية متطرفة أو خاصة جدا بذاتي يعني تجاه كل شيء. فهذا السبب أني أخذ من اللغة اللي هي ليست بالأساس مصدر الشعري، ربما كان ربما تجاوزا نقول أنه عم استفيد يعني استفادات بسيطة يعني، بس بالواقع أنه عم استفيد حتى بلغتي. أنا دائما أستنكف عن الأحرف المهزومة أو الكلمات اللي فيها يعني تراجع أو نقص، ما بيجوز يعني. أنا دائما لغتي مقداما كخيل أصيل، مقدامي إلى حرب، مقدامي إلى إثبات وجود، وأيضا هي لوحتي بنفس الوقت، وحربي أيضا أنا نبيلة يعني وشريفة يعني. هي مدخلة بضمن تضليل إعلامي أو تضليل الآخرين أو اللبس لبوس غير منطقي مثلا، أو بوتوكس أو مكياج أو أي شيء آخر، أو أقنعة مثلا إفريقية. هي على طاقة، هي مفتوحة يعني، هي بمعنى كاشطة للغيب أو يعني خالعة للحجب، ربما هيك يعني هكذا أرى يعني. وهذا كمان أيضا هو يتبع إلى لغتي، لأن هو يستمد من سيرة الشخصية أيضا يعني، سيرة الوحدة والعزلة، سيرة إثبات الوجود وإثبات الذات. اللوحة تتماشى بهذا الوضع يعني، بهذا الظرف يعني. يعني يجي واحد شارب لي متى وشارب لي ويسكي، شارب لي عرق عيران مثلا، شو بدك تحكي عن اللوحة واسلوب آدم؟ أو دارس لي والله برلين بشوارع الشانزليزيه أو كويدين البرليني، جاي هناك شحاد عند سوسو فوفو عند الأوروبي جاي تتفز لك بلغة على سبهر آدم ولو. يعني أنا رمز إنساني حقيقة يعني رمز إنساني، مش رمز تاريخي كمان، مش خاضع لأمي ولا قومية ولا مذهب ولا أي شيء، تجاوزا كل الاعتبارات على الإطلاق. من العين أجري.